أهلا بكم في قناتنا، قناة ترند النجوم لأخبار الفن والفنانين. قبل بداية متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصل لكم كل ما هو جديد من قناتنا. بعد مقطع بكائه نادر نادر ينفي الأسباب المتداولة حول طلاقه من زوجته سعاد بن جابر، ظهر نجم سناب شات نادر النادر في مقطع فيديو جديد عبر حسابه ينفي خلاله الأسباب المتداولة حول طلاقه من زوجته سعاد، وذلك بعد كثرة الإشاعات عن سبب انفصالهما والتي تراوحت بين قيامه بالزواج عليها وبين عدم قدرتها على الإنجاب. وكشف نادر النادر عن سبب طلاقه من زوجته وهو خلافات زوجية، فيما لم يصرح عن طبيعة هذه الخلافات بشكل مباشر. وقال النادر في مقطع الفيديو: حسبي الله ونعم الوكيل في من قال فينا ما ليس فينا ونسب إلينا ما لا نفعل وتجاوز في حقنا وكفى بالله شهيدا، اللهم أنت حسبي في من ظلمني وأنت حسبي في من آذاني وأنت حسبي في من خذلني وأبكاني، فحسبي الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا. وأضاف: يشهد الله إني ما تزوجت على سعاد لا بالسر ولا بالعلن ولا حتى سبب الانفصال الإنجاب، وأن السبب الحقيقي هو خلافات زوجية. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو وسط العديد من الآراء، يتعبر جزء منهم عن مدى تأثرهم بانفصال ثنائي مهما كان سبب الطلاق، بينما انتقد آخرون أسلوب رد نادر النادر على المتابعين، حيث جاء في أحد التعليقات: ما أتوقع أن لك حق تتحسب، لأن هذه هي ضريبة الشهرة اللي أنتم تبونها، لو أقفلتم كاميراتكم ما حد تدخل وما حد درى عنكم. وكان نادر النادر قد نشر مؤخرا مقطع فيديو ظهر به وهو نائم على سرير المستشفى ويبكي مؤكدا انفصاله عن زوجته سعاد جابر. وخلال الفيديو ظهرت علامات الحزن بوضوح على نادر، حتى أنه لم يتمالك نفسه من البكاء، وأكد أنه يتمنى أن تعيش سعاد حياة سعيدة وتجد الراحة دائما في كل خطوة تخطوها بعد الانفصال عنه. وشاركته والدته الحديث الطيب عنها، وختم كلامه بأنها من أجمل الأشخاص الذين دخلوا حياته، وطلب منها أن تسامحه بعد هذا الفراق المؤثر، كما طلب من الجمهور التحدث عنها بكل خير وعدم ذكرها بسوء. وعلى الرغم من حديث نادر نادر الطيب، إلا أن سعاد بن جابر أكدت أن هناك أسباب للطلاق، لأن لكل شيء سبب حتى لو لم يتم الإعلان عنها، كما أنها ردت بحدة على كل من تحدث عنها بسوء بسبب أزمة انفصالها عن زوجها، وأكدت أنها لا ترد على هذه الإساءة. وأضافت سعاد بن جابر: حسبي الله ونعم الوكيل في كل شخص تحدث بالسوء وبما لا يعرف عن هذا الموضوع، حتى أن الأمر وصل لمرحلة سبها والخوض في حياتها الشخصية، وكل شخص يتحدث عنها سوف ترد إليه في يوم من الأيام، لأنه تم اتهامها واتهام نادر بدون علم. والجديد بالذكر أن نادر النادر وزوجته سعاد الجابر كانا من مشاهير سناب شات، وحقق الثنائي شهرة كبيرة من خلال نشر مقاطع من حياتهما اليومية والمفاجآت التي يجهزها كل طرف للآخر، والتي كان أبرزها هدية من نادر لزوجته عبارة عن شقة رائعة. وركزت أغلب فيديوهات نادر وسعاد على الحياة الهادئة التي يتمتع بها الثنائي والتعامل الطيب الذي جمع بينهما، وهما أحزن جمهور الثنائي بعد إعلان خبر الطلاق بهذه الطريقة. أني وأخواتي الكلام والقيل والقال اكثروا بالسوشيال ميديا وبالمواقع وبكل مكان، نسمع كلام عن حسيبه على الله ونرفع ملفه إلى ملك الملوك، ما نحتاج قضاء، لأن قاضي القضاة أو حتى في سعاد ما ليس فيها. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، والذي نفسي محمد بيده، إني لا تزوجت على سعاد، من تزوجتها إلى يومك هذا ما تزوجت عليها لا بالسر ولا بالعلن. والكلام اللي قام تداولون الناس من سبب الطلاق، سعاد اكتشفت أنها تتزوج، أقسم بمن حل القسم ورب العزة ورب العزة، أساءني كثير وغير صحيح، يليته حصل، يليته صار. ترى الزواج شرع الله، ما في شيء وله عيب، شرع من شرع الله سبحانه، لكن والله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إن ما صار، والله ما صار أبدا. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من طلع إشاعات عني، ولا حتى سبب طلاقنا الإنجاب أبدا، أسباب خاصة